نتكلم ان شاء الله على المونجو دي بي كداتابيز عشان نقدر ان احنا نربطها مع النود جي اس. المونجو دي بي داتابيز نو سيكوال بتنزل مع مجموعه من الاصدارات المختلفه عشان نحتفظ بها بالبيانات، مش محتاجين تفاصيل كتير، لكن بتنزل في اديشنز مختلفه منها اطلس، دي بتبقى خاصه طبعا بالكلاود كومبيوتنج، فلازم تكون انت مشترك معاهم داتابيز از سيرفيس وبتعمل كرييت للاكونت بتاعك وتشتغل معاهم على الكلاود. في كوميونيتي سيرفر طبعا بتقدر تنزله عندك على الويندوز على لينكس على الماك، ده اخر يعني كرنت ستيبل ريليز 4.0.2، دي اخر فيرجن، طبعا اي كان فيرجن بتفرقش معاك. ممكن تنزل الفيرجن اللي انت عايزه، ممكن تداونلود السورس كود بتاعها. الفيرجن موجود انا طبعا هم مدين هنا ان انا شغال ويندوز، فهو قال لي موجود ويندوز 64 بت بس، والستول الايه الام اس اي باكج بتاعتك اللي انت عايزها ممكن تنزلها. قال لي ثانك يو فور داونلودنج مونجو دي بي، وهيبدا يطلع لي ايه المونجو دي بي اهو دوت ام اس اي فايل، ان انا سيف في المكان اللي يعجبك. ماشي، وعلى ما تنزل طبعا في حاجات تانية في الداونلود لسه، في الاوبس مانجر، في الكومباس دي مهمة جدا، يا ريت تداونلودها برضو، اللي هي بعد ما بتنزل يعني هي ديبلوي بتسطبها عشان توبريت تقدر تخدم او تشتغل على المونجو داتابيز على كلاود بشويه كليكات بسيطه جي واي. يعني انا فين؟ انا في الاسفل، رجعت على اطلس، لا انا كومباس، انا بتكلم على دي، فهي از جي واي، بتكلم على مونجو كومباس دي كجي واي للمونجو، وبتقدر من خلالها انك تعمل ايه؟ تاخد قرارات في تسييب الفايلات، الاندكس، الاستراكشر، كويري، مش عارف ايه، تقدر تتعامل مع من خلال الجي واي دي. فبرضه تختار البلاتفورم بتاعتك، انا مش ريد هات ولا اوبونتو، انا اختار ويندوز مثلا. واللاست ستيبل فيرجن نازل الليتست ستيبل فيرجن، خلينا في الستيبل فيرجن ده ودوس على داونلود. طبعا هتدخل بياناتك وسبميت واعمل داونلود، انا اوريدي عامل داونلود. ماشي، هنتظر الايه الداتابيس تنزل. هو خلاص كده بيحصل داونلود اهو في الاخر، هو عمل داونلود خلاص للمونجو دي بي دي. طبعا اي فيرجن ما بركزش مع الفيرجنات، عشان نفس الفكره بتمشي مع الفيرجنات لغايه لما بيحصل حدث وتغيروا الفيرجن بشكل متكامل، ساعتها نضطر ان احنا نتكلم على فيرجن جديد. غير كده الفيرجنات اللي هي بالفروق الصغيره ما بتفرقش كتير. السيت اب بتاعه سهل جدا، هو اللي كومبليت نزلها بالكامل، هينزل المونجو السيرفيس هتبقى اسمها مونجو دي بي. عايز تربطها بدومين معين او بباسورد معين ولا لا؟ طبعا ليك حق تقوم جاي كده وكاتب الدومين بتاعك، طبعا النقطة ده هو الجهاز يعني اللي نازل عليه المكنه، والباسورد ممكن احط اي باسورد، يعني انا مش هنزل باسوردات ولا حاجه، هي موجود بيه كده. طبعا انت عايز تحط بس تحط، والنقطه زي ما قلنا ان هي سيرفر على الجهاز اللي نازل عليه. انستول مونجو دي بي كومباس هنا معناها ان هو بعد ما يسطب المونجو دي بي ذات نفسها هنزل النسخه الكومباس لو انت كنتش ايه نزلتها. فاكرين النسخه الكومباس اللي احنا كنا عليها اللي هي جي واي، يعني لو رجعنا دخلنا على الداونلود كده اللي هي الكومباس دي اللي هي الجي واي اللي هي الانترفيس. فانت يعني ايه عايزكم تعلموا على انستول الكومباس، يعني انا مش هنزل عشان نازله عندي او يعني عشان ما فيش وقت ان احنا نداونلودها. يعني انستول على السي اوت اوف ديسك سبيس، ماشي سوري اوسع فضيت بس مساحه بس اوكي. انستول عن السول مونجو دي بي طبعا بلس الاس اس ال اللي هي سكيور سوكت لاير عشان سكيورتي، يعني مش مشكله دلوقتي، اديله فترته على ما يعمل انستول. لو طلعت لك المسج بتاعت اليوزر اكونت كنترول قول له يس. هتلاقيه عمل فينش بسهوله جدا. طبعا نزل الكومباس زي ما قلنا، هيضطر بس ده يطلب منك شويه
معلومات دخل المعلومات بتاعتك واعمل سبميت. أي حاجة ستيرنت مثلا أي تليفون بقى خلاص هيبدأ يسطب عليه الكومبس. غير كده انت المونجو مونجو دي بي احنا سطبناه خلاص، عندي الكومبس كوميونيتي انا اصلا اوريدي عملت لها سيت اب، كان هسطبه تاني قدامكم بس تحصل لها داونلود. هو خلاص كده الكومبس اديشن قرب ينزل، نزل اعمل اوبن عشان اسطبه يعني. وخلاص قرب يخلص يعني، مش خلاص طويل ولا حاجة. بيعمل لودينج لسه الدنيا ما قامتش. طلع لي بقى اللي ايه ويلكم تو مونجو كومبس وبرفورمانس تشارتس وكلام من ده. انا عايز اعمل سيبك من الكلام ده، انا عايز ايه طبعا ندوس على نيو كونكشن. قال لي برايفت سيتنج انيبل برودكت فيدباك تول انيبل جيوغرافيك فيجواليزيشن انيبل كراش ريبورت يوزج ستاتستكس مش عارف ايه انيبل اوتوماتيك ابديت، اللي انت عايز تختاره منه اختاره. انا هقول له خلاص اوكي. قال لي شوف بقى اللوكال هوست، قلت له هو نقطة أو كلمة لوكال هوست الديفولت 27.0.17 27.0.17 ده البورت الديفولت. اوثنتيكيشن لو أنت عايز يوزر نيم وباسورد، ولا عايزه بقى بأي نوع من أنواع التشفير، ريبليكا نيم مثلا، اسم الداتابيز تيست دي بي مثلا، أي حاجة. وسيب الباقي زي ما هو مش مشكلة، ودوس على كونكت. مونجو دي بي نوت رانينج اون بروفايدد هوست او البورت، والبورت دوت والسيرفر ده مش شغال، ممكن يكون نزلته على بورت تاني. الريبليكا نيم مش متحدد، ما هو لسه طبيعي نو برايمري فاوند ان ريبليكا سيت. طبعا هو انفاليد ريبليكا نيم سيت نيم، ما حددناش اصلا اي ريبليكا سيت نيم يعني اساسا، قلت له ماشي من غير ريبليكا سيت نيم خالص سيبك منها، وقلت له كونكت. لما عملت كونكت قال لي في عندك ثلاثة داتابيزز متكريتين اوتوماتيك، اللي هي الادمن والكونفيج واللوكال. خلاص طبعا اقدر اكريت الداتابيز بتاعتي من هنا نيو داتابيز، ممكن اسميها تيست دي بي كوليكشن، او الكوليكشن عندي مثلا الامبلوي مثلا، سيبك من كابت كوليكشن دلوقتي، قلت له كريت داتابيز. الداتابيز ديت موجوده، التست دي بي اهي اخش عليها لقيت فيها كوليكشن اللي اسمه ايه اسمه امبلوي. الكوليكشن ده يمثل التيبل بالنسبه لنا لو احنا عندنا خلفيه عن الايه عن الداتابيز يعني. المفروض طبعا بيبقى برضه الناس عارفه يعني ايه داتابيز. طبعا تست دي بي دوت ام اقدر انسيرت دوكيمنت اللي هو يقصد بيه رو، اللي هو نقصد بيه ايه نقصد بيه رو. طبعا بيبقى مثلا ام باي دي، واقول له مثلا واحد، واقول له مثلا ام نيم، واقول له مثلا كريم، الفون مثلا زيرو، اي حاجه، الجندر ام، السالري
مثلا كده يعني. country مثلا Egypt وهكذا. من الداتا اللي انت ممكن ايه تضيفها عادي جدا، مفيش مشكلة. وتحدد طبعا نوع البيانات، array ولا binary ولا boolean، date double int. طبعا بالنسبة لنا السالري هيبقى double، ممكن نحط له مثلا نحط له ايه، نحط له ال higher date، تاريخ التعيين بتاعه مثلا 1/1/2000 مثلا. طبعا ده هنختار نوعه ديت، لا مش ده اللي فوقيه دوت، نختار نوعه وير الديت ديت، سيبك من ده. طبعا يبقى اهم حاجه عندنا الان الدبل والانت، الانتجر 32 انت 32 والسترينج والكلام ده والبوليان و نل معروف اوبجكت. لو انت هتحط حاجه متكامله مع بعض، السترينج والتايم ستامب اللي هو الديت الكبير يعني، شيل ده خلاص. قوم قايل له، قوم طلع هنا ايرور ليه، ماشي يكون في عيب عندنا في الايرور. هو طلع ايرور من التعليقات وتقريبا علق. طبعا عملنا الايرور اللي احنا شفناه شويه، وطبعا معلق ان انسيرت ممنوع طالما ان البتاع دوت فيه ايرور، الفايل فيه ايرور ومش قابل اي حاجه خلاص. هو للاسف عشان هو قابل الايرور الاولاني فخلاص حلف ان هو اللي هو بتاع الديت. نديله الديت اللي هو تمام كده، اقول له انسيرت كده، اضاف لي الايه الدوكيمنت بتاع اللي فيه البيانات وهكذا يعني. محتاجين بقى الفايند والاندكس ومش عارف ايه بتاع يعني، هنشوف. بس احنا مش محتاجين يعني نغوط قوي كده، لكن محتاجين ان احنا نتعرف على الايه بقى، ازاي بقى نربط الكلام دوت بالشغل بتاعنا. دي كده كانت بس نظره بسرعه عشان نسطب الايه المونجو دي بي ونشتغل على حاجه بسيطه كده.